عرض مقاتلو المعارضة السورية مشاهد مصورة لمزاعم باستيلاء مقاتلي الجيش السوري الحر على قاعدة دفاع جوي في مدينة درعا جنوب البلاد، قيل إنها تابعة للكتيبة 49 من الجيش السوري. وتظهر اللقطات التي لا يمكن التأكد من صحتها من مصدر مستقل صاروخا معطبا من نوع سطح جو، كما تظهر لقطات أخرى توضح إطلاق قوات المعارضة النار على ما يبدو أنها نقطة تفتيش عسكرية في مليحة أحد أحياء دمشق. وعلى الصعيد الإنساني، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس أن الوضع الإنساني في سوريا يزداد سوءا وبشكل متسارع، حيث تحولت بعض المناطق إلى مسرح للدمار والخراب، وذلك بعد شهر وصفه النشطاء بأنه كان الأكثر دموية في تاريخ الصراع. ودعت اللجنة الدولية الفصائل المتحاربة إلى احترام المنظمات الإنسانية بعد شهور من الهجمات وقطع الطرق على قوافل المساعدة، كما يوضح رئيس المنظمة بيتر ماور في ختام زيارته إلى لبنان. إذا توفر المزيد من الإجراءات بهدف توصيل المساعدات حيثما طلبت في البلاد، وإذا أقر الطرفان بحيادية واستقلال نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنا تمكنا من فعل المزيد حتى اللحظة الراهنة. الجدير بالذكر أنه خلال الأزمة التي بدأت منذ عامين، تعرض المتطوعون السوريون من منظمة الهلال الأحمر وهي شريك المنظمة الدولية في سوريا إلى هجمات من كلا الجانبين أسفرت عن مقتل أو اعتقال بعض من المتطوعين. إسلام براقة، روجرز.